الالتحاق ديالي بالمجلس الجالية المغربية في الخارج جاب واحد بيتقول واحد مسلسل ديال النقاش اللي كان هو اللي عطى الثقة باش يمكن ندخل لهذا المجلس. هو المسألة الأولى بأنه في الوقت اللي تبنات لجنة الهيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب من جملة الخلاصات ولا الملتمسات اللي خرجت بها الهيئة الإنصاف والمصالحة فيما يخص الشق ديال الهجرة أربعة ديال النقاط أساسية. أولا طرحت في الخلاصات ديالها بأنه خص المغرب الدولة المغربية تغير سياستها اتجاه المهاجرين خصهم يكونوا شركاء. النقطة الثانية خص الدولة المغربية تقطع الممارسة القديمة ديالها وبالخصوص الممارسات الوداديات. النقطة الثالثة طرحوا كذلك المسألة ديال ضرورة واحد النوعية ديال الديمقراطية التشاركية مع المجتمع المدني من أجل المشاورة حول القضايا المهمة للهجرة. والنقطة الرابعة جات القضية ديال بناء مجلس ديال الجالية. حنا في هذا النقاش هذا ومع الدور اللي لعبوا المرحوم بن زكري إنسان مناضل هو اللي كان الرئيس ديال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ديك المرحلة هو اللي كان عنده الدور باش يطبق هذا الملتمس ديال بناء المجلس الجالية. حنا تقنا في ديك السيد ومع كل الاحترام ديالنا للنضالية ديالو بأنه هناك كنا كنظنوا وهذا شخصيا ظنيت بأنه البلاد ديالنا بالمعقول غادي تقطع مع السياسة ديال السابق وغتحاول باش تبني طرق جديدة ديال التعامل. وهنا طلبوا مني باش نشارك في إطار واحد اللجنة اللي كانت كتفكر في البناء ديال المجلس. شاركت عام معهم حول ما هما الملفات اللي مطروحه، كيفاش خاص يكون المجلس الجاليه، كيفاش الناس خاصها تكون فيت، المشاركه ديالهم في المجلس، من البرنامج، من السياسات، من هادشي كله، حتى وصلنا للمساله ديال خرج ظهير ملكي اللي تعين فيه ادريس اليزامي كرئيس ومحمد بوصوف ككاتب عام، واقترحوا عليا باش نكون كذلك عضو، قبلت. انطلاقا من هذه الخلفيه اللي عندي ديال هناك تغيير في العقليه ديال الدوله ديالنا تجاه الهجره، وكذلك ثقت في بعض الناس مثلا كما قلت المرحوم بن زكري وكذلك دريش اليزامي اللي حتى هو كان موجود في الهجره وكان كذلك مناضل ديال حقوق الانسان في فرنسا، ودرنا الثقه بانه مع هذه الناس كيمكن لنا ناثروا في إطار رؤية جديدة ديال الهجرة. هنا دخلت للمجيد الجليل. أول مهمة اشتغلت في إطار المجيد الجليل وكنت مقرر ديال اللجنة ديال المواطنة والمشاركة السياسية، لأنه بالنسبة لي المسألة الأساسية هو تسيد دور الهجرة في المواطنة، كيفاش يكونوا مواطنين ماشي رعايا ماشي فقط غير مجموعه مستهدفه، يكونوا مواطنين وقت المغرب يعترف بالمواطنه ديالو. النقطه الثانيه كانت في اللجنه ديالنا هو المشاركه السياسيه، كيفاش مثلا تحقيق المطلب ديال المهاجرين المغاربه ديال سنين وما كيطالبوا فيه ديال حرمانهم من المشاركه السياسيه في القرار السياسي ديال البلاد. المشاركه السياسيه كنعنيو بها كيفاش المغاربه ديال الهجره يشاركوا في الانتخابات البرلمانيه ديال البلاد انطلاقا من الاماكن الاقامه ديالهم، مثلا اللي في هولندا كيصوت اللي في بلجيكا كيصوت، وكيفاش المهاجرين كذلك يكون عندهم الحق في الترشيح بالنسبه للبرلمان. وهذا المطلب هذا المغاربه نضنا عليه كجمعيات سنوات طويله، وفي نفس الوقت ماشي شي قضيه جديده، لانه كاين دول اخرى افريقيه بداوا من مالي، السنغال، كذلك دول عربية واللي يلاه خرجت من ديك الثورات بحال ليبيا تونس مصر كلهم أعطي الحق للناس ديالهم باش يشاركوا في الانتخابات. المغرب لا. وكنا وطرحنا في هذه اللجنة اللي اشتغلت فيها طرحنا آراء استشارية اقتراحات كيفاش كيمكن تحقق المسألة ديال المواطنة، كيف المفهوم ديال المواطنة. والجانب الثاني درنا اقتراحات لتحقيق المشاركة السياسية، درنا أبحاث
حول مثلا تجارب البلدان الاخرى. درنا ميم واحد خطه الطريق مثلا شحال العدد ديال المغاربه اللي يقدروا يكونوا في البرلمان من الهجره. درنا واحد العمل اللي خدونا فيه اكثر من عام، ولكن لاحظنا من ذاك الوقت بانه الرغبه ديال المسؤولين ديال المجلس ما كانتش القضيه ديال تحقيق المواطنه او المشاركه السياسيه. من النهار الاولاني وحنا كنتصادموا مع واحد الصور ديال هذا الراي ديالكم ما عيدوش، لانه الاولويه ديال المغاربه ماشي المشاركه السياسيه، الاولويه المغاربه فقط الجانب الديني والجانب التعليمي والجانب التنموي. تهددنا في الاجتماعات كيهدونا غير بانه انتم باغين غير هادشي العمل السياسه، حل بالنسبه للمشاركه ديال المواطن المغربي في الحياه السياسيه البلاد ديالو ولا تحت الجريمه. واحد العديد ديال المرات اللجنه ديالنا ما يمكنش تجمع، دائما خص يحضر الرئيس الغريب لجنة مستقله، ولكن اللجنه ديالنا دائما خص المراقبه يحضر الرئيس ويحضر الكاتب العام. داروا كل الوسائل لتشتيت اللجنه ديالنا، يشريو الناس، يشريو عباد الله، يحاولوا يعطيو اخبار ماشي صحيحه بانه حقا راه مشاكل تقنيه، وبانه حقا لا عطينا المغاربه الحق ديال المشاركه السياسيه في الهجره، يمكن تاثر على الاندماج ديالهم في المجتمعات اللي هما فيها، او حقا راه الحكومات الاوروبيه عتمنع هاد الانتخابات، وهما كلهم كذوب وبالابحاث اللي يعطينا هادشي ما كاينش منه. وبالتالي دوزنا واحد دوزت في المجلس 4 سنين ديال المحنه ديال باش يمكن لك فقط تهيئ اراء استشاريها، لان اراء استشاريه كتمشي للملك، الملك يقرر فيها. ما قدرناش نقدموا هذه الاراء الاستشاريه، نديروا لنا كل الحصار يومي. في نفس الوقت كنا كنتمناو بانه، لانه كما كاينه في الظهير كاين سنويا كيكون جمع عام اللي كنناقشوا فيه تقرير الادبيات، تقرير الماليه، وكنناقشوا فيه كذلك الخطه ديال العمل المستقبليه. من دخلت للمجلس درنا جمع الاولاني التاسيسي اللي كان اكثر منه فولكلوري، حضور الشخصيات والوزاره وهذا والتلفزيون. من ذاك الوقت ما كاينش اجتماع، ما كاين جمع عام باش يمكن لينا نطرحوا المشاكل ديالنا كلجنه. ما كاينش تقارير لا ادبيه ولا ماليه، ولينا فحال في واحد المجموعه ديال عندك الحق باش تجي للمغرب في الطياره من برا، يمكن تمشي للاوتيل ديال 5 لطوال، ولكن ما عندكش الحق باش تحاول تنفذ الفصول اللي كاينه في الظهير بيدو، ما كاينش. وهذه القضيه وقعت لينا حنا كلجنه، وقعت كذلك اللجان الاخرى. حتى اللجنه ما عندها الحق والامكانيات باش تشتغل، كاين دائما قرار فردي ديال الرئيس والكاتب العام. في الوقت اللي كطرح شي برنامج للنقاش كيقول لك لا حنا ما عندناش الحق باش نناقشوا هذا الموضوع، خصنا الاذن يجي من الديوان الملكي. وبالتالي هرسوا كل روح ديال الحماس اللي هنا. انا من دخلت المجلس دخلت بحماس انه كيمكن لينا ناثروا كذلك من الداخل. وبالتالي هاد الطاقات اللي عندي والوقت اللي ضيعت والمجهود اللي اشتغلت، وكان علينا النقد. بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا لي بصراحه عبدو اش كدير تما؟ هذاك المجلس راه عمره ما يكون فيه الربح. انا كنت كنقول لا، خص الانسان يستعمل كل الوسائل ديال التاثير من الداخل، وفي نفس الوقت كيخص الجمعيات تقوى، لانه المجلس ما خصوش يكون في البلاصه ديال الجمعيات. المجلس حدوده مجلس استشاري، خصو يقدم اراء استشاريه مستقبليه حول مصير الهجره، ونتمنى التنفيذ هذه الاراء الاستشاريه من طرف الحكومه والدوله فيما يخص الهجره. ولكن في نفس الوقت كخص يكون دائما الحوار ما بين الجمعيات المستقله، ماشي الجمعيات ديال كوكوت مينوت اللي كيخلقوها هما، الجمعيات المستقله والمسؤولين ديال الدوله حول القضايا اللي عند الجمعيات فيما يخص الاشكاليات الهجره، لانه كاينه استشاره وكاينه كذلك حوار. المجلس من بنواه بهذه الطريقه هذه، اولا غطاو على الحوار مع الجمعيات، ما بقوش كيعترفوا بالجمعيات، كيقولوا علاش نجلسوا مع الجمعيات، راه عندنا المجلس، المجلس هو كل شيء. وبالتالي ما كاينش الحوار مع الجمعيات، كاين المجلس ما خدامش، المجلس داروه اللي اكتشفناها من بعد بحال واحد الدراقه،
بانه راه احنا في المغرب عندنا كل شيء مودرن وجديد، احنا احسن دوله في العالم اللي دايرين الديمقراطيه التشاركيه ودايرين مجالس، العالم كله ما عندوش في المغرب اللي عنده، ولكن اكتشفنا بان هادو كلهم داروها ورقه ديال 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 العلاقات عامه، علاقات عامه اتجاه الخارج، علاقات عامه اتجاه المجتمع المدني، راه عندنا حوار مع الهجره هو في العمق، ما كاين لا حوار، ما كاين لا اخذ بعين الاعتبار القضايا ديال الهجره، مثلا القضيه ديال الهجره هو مثلا الاشكاليات ديال كنا كنتمناو وسط المجلس يكون عنده راي استشاري فيما يخص الاتفاقيه الثنائيه اللي كاينه ما بين المغرب والبلدان الاوروبيه واللي تقريبا ما بقاتش كتطبق. درنا اقتراحات كيفاش المغرب خصو يتعامل مع هذه الاتفاقيه الثنائيه اللي ما بقاتش كتخدم المصالح ديال الهجره. الصمت، حنا ماشي شغلنا. درنا اقتراحات حول المساله ديال كيفاش الحكومه المغربيه ولا الدوله المغربيه تاخذ مواقف تجاه بعض الممارسات العنصريه اللي كتوقع. كاينه بعض المرات جرائم عنصريه كتوقع في اوروبا، كاين ناس كتموت، وكنشوفوا الصمت ديال الحكومه المغربيه والدوله في هذه القضيه، كنقولوا لا يعقل، دول اخرى كتدخل كدير محامي كتعيط للسفير للبلاد، المغرب ديالنا ما كيديرش. كنناقشوا المساله ديال المشاركه السياسيه كيجرجروك فيها، وبالتالي يبان بانه ما كاينش رغبه سياسيه بالمعقول ديال علاقه جديده مع الهجره. كاين هذا المجلس كما قلت داروا دراقه وسلطوا عليه واحد المجموعه ديال الفاسدين اللي كيستعملوا اللي الهدف ديالهم الاساسي هو المحاربه ديال الجمعيات. الغريب هو عندك مسؤولين في المجلس هدفهم يحاربوا الجمعيات، هدفهم يحاربوا المشاركه السياسيه. اذا كيطرح سؤال كبير بانه شكون كيحمي هاد الناس؟ واش اللي كيحامي هاد الناس باغي باش الهجره تكون دائما بقره حلوب فقط صيفط الفلوس واختار شي نخبه اللي تدوز بها الوقت ودير العلاقات العامه وتفسد ديك الميزانيه اللي كان كيخص على الاقل وتفيد غير المغاربه اللي عايشين لا في اوروبا ولا في الخليج ولا في الدول ديال الحروب، عايشين اجمع على الاقل عاونوا غير ديك الضحايا. كتجبر دابا بالنسبه للمغاربه ديالنا اللي في ليبيا ولا في العراق، كانوا قبل في العراق ولا اللي كاينه في السعوديه كيتعرضوا للقمع اليومي، ما كاين لا احترام للقوانين الدوليه لا والو. كتشوف النساء ديالنا في الخليج اللي ضحيه ديال كل انواع ديال الاستغلال. المغرب ساكت كيقول لك انا ما يمكنش نتدخل، وكنا كنطرحوها في الاجتماع خذوا موقف على الوضعيه ديال المراه المغربيه في الخليج، كيقول لك لا حنا البلاد ديالنا عندها علاقه مزيانه مع الحكومة ديال الخليج وما كيخصناش نخسروا العلاقات ديالنا. طرح مشاكل ديال الهجرة في أوروبا، كيقول لك لا حنا عندنا علاقة مزيانة مع البلدان الأوروبية نظرا لأنه عندنا مصالح سياسية واقتصادية، وبالتالي ماشي على العلاقة ديال الهجرة نخسروا هذه العلاقات. وبالتالي شنو بغيتوا؟ بغيتوا تبيعوا وتشريوا والحق والحقوق والوضعية ديال الهجرة الضعضع، ومن بعد تقول لي راه عندي مجلس. أنا رفضت باش نلعب هذه اللعبة، عييت ما كنحاول. واحد الخطره درنا حركه وسط المجلس سميناها حركه دابا 2012، فيها بعض الاخوان من المجلس وواحد العديد ديال الجمعيات، ودرنا حمله في 2012 من اجل المطالبه بالحقوق ديال المواطنه والمشاركه السياسيه. وهذه الحمله كانت كبيره، تقريبا فيها شي 80 جمعيه ولا اكثر المغاربه على مستوى العالم كله. من بعد داروا معنا لقاء على اساس بانه خصنا نتفاهموا، حنا مقتنعين باش يمكن لنا نحقق لكم هذا المطلب. رجعنا للمجلس ولكن كانت فقط غير مناوره اللي على المستوى السياسي ما كان حتى شي تحرك. فهذه القضيه خديت موقف ديال نقدم استقاله، وهذه عمرها ما وقعت، لانه في الوقت اللي كتكون في واحد المجلس معين من طرف الملك راه تما، وبالتالي انا نقول ما يمكنش نقبلوا هذا الوضع ديال احنا موجودين وحنا ما موجودينش وما عندنا لا تاثير لا والو. درت رساله رسميه صيفتها للملك ديريكت انه هو اللي بغيت تقول الرئيس الشرفي او المسؤول على المجلس، صيفت هذه الرساله كنفسر فيها هذه الاوضاع بانه كنقدم استقاله ديالي رسميا من المجلس الجاليه المغربيه، وصيفت هذه الرساله كذلك للاعلام الاعلام الاحزاب البرلمانيين. لحد الان تقريبا الان قدمت استقاله كي دار لي في البدايه ديال 2013، هذه دابا عامين
ما حتى ما كاين حتى شي جواب بان الاستقاله ديال قبلنا. والغريب اكثر هو مازال كيستعملوا سميتي لهاد مشيتي للسيت ديال 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 المجلس كتجبر مازال السميه ديالي موجوده في الاعضاء ديال المجلس وانا قدمت استقاله هذه عامين زعما استعمال الاسماء والوضع راه كيبين. حنا المجلس كان تبنى على اساس اربع سنين سالات هذه تقريبا ثلاث سنين بالسالات حيت في 2007 بدايه 2008 طلع المجلس 2011 سالات هذه اربع سنين سالات المهمه ديال المجلس وهما مستمرين باغين وقيله تما يورثوا هذا المجلس اليوم القيامه. ما كاينه لا اجتماعات اللجان لا اجتماعات ديال المكتب كاينه ناس واحد ولا هو منسق المجلس هو غير عضو بحالنا فحالو ولا هو المسؤول المالي ومسؤول الاداري ومسؤول السياسي. هذا السي ادريس اجبالي ولا انسان ديال 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 مستبد علاقته لا مع الاعضاء ولا علاقته مع الجمعيات ولا علاقته مع الراي العام علاقه استبداديه بتصاريح ما كتعبرش حتى على الكرامه ديال المهاجر المغاربه. انسان اللي مخلص من فلوس هاد المغاربه وعضو في واحد المجلس اللي خصو يدافع على الجاليه المغربيه وكيستعمل هاد الادوات هذه لخدمه مصالح مناهضه للهجره. عندك واحد الكاتب العام غائب حاضر غايب كل مره والتصريحات التصريح الاخيره ديالو اللي كيقول الحكومه الاحزاب عطيو اتساع للمغاربه الخارج ما خصهمش يدخلوا في السياسه ما خصهمش يتسيسوا. هذا غريب هذا في الوقت اللي كنقولوا وقت المغاربه ديالنا يتحملوا مسؤوليتهم السياسيه ولا عندنا كاتب عام كيفكرنا في العصر ديال الوداديات عصر الوداديات ديال ايامات البصري اللي كان كيقول المغاربه خاطيهم السياسه حنا هما اللي مكلفين بكم. الان كيرددها هذا السي محمد بوصوف عبد الله بوصوف بسميه ديال المجلس بانه المغاربه ما خصهمش يديروا السياسه في الهجره حنا مكلفين بكم نصيفطوا لكم معلمين نصيفطوا لكم فقهاء وانتم صيفطوا الفلوس. زعما مازال امام العالم مازال امام الهجره مازال امام الراي العام المغربي ولكن هادشي كله فيه تواطؤ. انا دائما كنسول من يحمي هاد الناس لانه غريب بانه كاين هاد التصرفات كما ما كاينش ديمقراطيه ما كاينش محاسبه ما كاين علاقات. هاد الناس هادو كيهدموا تاريخ الحب ديال المغاربه لبلادهم كيخلقوا الياس. انا مثلا واحد من الناس اللي ياست نهائيا في كل عمليه الاصلاح ديال هاد لي ستركتور في البلاد. وليت مقتنع بانه المشاركه في هاد اللعبه ديال هاد المجالس ما هي الا ضياع ديال الوقت وخدمه مصالح ديال الناس اللي ضد الهجره. هاد المساله ديال المشاركه السياسيه الغريب هو تقريبا هادو سنين حنا كنضربوا عليها وكنتخوف بانه حتى الانتخابات 2016 المغاربه ديال الهجره ما يكونش عندهم هاد الحق. وهذه مسؤوليه كبيره كيتحمل فيها مسؤول الناس ديال الدوله الحكومه الاحزاب السياسيه الكل مسؤول على هاد القضيه هذه. فانه لا يعقل كنقولوا حنا مواطنين محرومين من المواطنه ديالهم كتعني بانه كتقولوا لهاد المغاربه ديال الهجره بقاو تما صيفطوا غير الفلوس وحنا خاطينا. وهذا واقع كذا هذا الواقع ولا الان جاري به العمل. الاشكاليه ديال الهجره ديك البلاد ما عندها علاقه بنا عندها علاقه بالمناسبات الاحتفالات والمهرجانات والسيمينيرات والباكور. اما الواقع ديال دور المجلس تقم الاهداف ديالو ما كاينش كاين الاستغلال ديال المناصب البيع والشراء. الواقع ديال الهجره متردي الحب ديال المغاربه لبلادهم بهذه الممارسات كيأسوا. الناس ولات كتفكر بانه اللهم نعطي الاولويات فين موجود نحاولوا نضمنوا اما باش تقتنع بانه كيمكن تاثر في هذه السياسه بكل صراحه ضياع ديال الوقت. تقييم سلبي ما حقق حتى شي حاجه في الوقت اللي كانت الانتظارات كثيره كاين على الاقل مجلس فيه ناس مختصين عندهم طاقات وتبارك الله الاعضاء اللي كانوا في المجلس كنت سنحت لهم الامكانيات ديال العمل كان عندهم ما يضيفوا للجانب المعلوماتي الجانب ديال السياسات العامه لان كل الاغلبيه بزاف الاعضاء اللي كانوا في المجلس كلهم من الناس اللي
كيشتغلوا في الميدان الهجره. هناك فاعلين جمعويين وكذلك مختصين باحثين. هاد الناس هادو اللي التحقوا بهذه المبادره ديال المجلس البلاد ديالنا خسرتهم. كاين اللي انسحب كما درت انا رسميا، كاين اللي قطع الياس ما بقاش كيحضر عندهم. بلادنا خسرت واحد الطاقه مهمه اللي كان كيمكن ليها تقدم الملف الهجره للقدام. التقييم ديال اللي عشت فيه انايا في هاد الربع سنين اللي دوزت، كتجبر بانه في الوقت اللي حنا كاعضاء كنحاولوا باش نقدموا شي عمل، كتجبر الناس في الخفاء من هاد المسؤولين المجلس القيادة المجلس كتحاول تقنع الناس البرلمان والناس الاحزاب بانه ما خصكمش تعطيوا للهجره المشاركه السياسيه. انا كنتسائل هادو حمق، كيفاش المؤسسه دارها الملك من اجل اعطاء استشارات المستقبل لتقويه المواطنه المهاجرين، وعندك المسؤولين المجلس كيحاربوا هذه الفكره. التقييم ديالي حتى في المساله ديال النقاش حول الدستور، اللجنه ديال المانوني ناقشت مع كل تنظيمات المجتمع المدني في المغرب، الاحزاب الجمعيات، الهجره لا. وشكون كان وراء باش اللجنه المانوني ما تتكلمش مع الجمعيات المجتمع المدني المهاجر؟ هما المسؤولين ديال المجلس، منهم الدريس اليزامي كان مسؤول اول انه كان عضو في اللجنه ديال المانوني، هو اللي حرم الهجره من الحوار مع اللجنه المانوني بحجه انا عارف الهجره، وثانيا الهجره المغربيه مفرقه، وثانيا ما منظماش، وثالثا مشتع. هاد الناس هادو اللي حرموا في واحد الظرف تاريخي ديال اعطاء الراي فيما يخص الدستور الجديد، حرموا الجاليه المغربيه من النقاش في الوقت اللي في المغرب كلشي تناقش. اذا ملي كتشوف هذا التقييم، ناس رجعوا الملفات الهجره للوراء، ناس بداو كيفكرونا في التجربه ديال سنوات الرصاص، اما معنا واما ضدنا، ولا ما كنتيش معاهم كيطلقوا عليك كل الدعايات ديال الدنيا والدين ويهمشوك، وبعض المرات ما حتى الاجتماعات يهرسوها لك. الناس اللي كيحاولوا يساهموا في التشتيت ديال المغاربه، الناس اللي الملف ديال الهجره ما تحقق منا ولا استشاره وحده. المجلس ديالنا رسميا ما قدم حتى شي استشاره من خلق في الوقت اللي كاين النقاش، اتفاقيات اوضاع الهجره، غد المشاركه السياسيه، الاتفاقيه الثنائيه، الجانب العنصريه، الجانب ديال الاطفال، التجمع العائلي، الديوانه، الوضعيه ديال القناصله في العالم. ما كاين حتى شي موقف حتى شي تطور في هذا الاتجاه. كاين واحد العديد ديال لقاءات نخبويه، حتى عندهم الفلوس كيديروا بعض المرات في معرض الكتاب بعض اللقاءات النخبويه ديال التفكير في المستقبل، في الوقت اللي الواقع ما كاين. اولا بالنسبه لي المسؤوليات مختلفه. المسؤوليه الاولى هو الدوله مستفدت لانه لجمت عن طريق المجلس الحوار الفعلي مع المغاربه، لجمتهم راه عندي لكم شي حاجه، والناس متاكدين بدو كينتظروا، الجمعيات وهذا كينتظروا، والمهم مجلس الله دابا جديد وهذا نتسناو، لجمت المغاربه. الجانب الثاني اللي استفد من هذا المجلس هما بعض الاشخاص اللي كيسيروا المجلس. كاين الاستفاده السياسيه بالنسبه لدريس اليزامي كرئيس ديال المجلس، ولحد الان راه رئيس المجلس، حاضر ما حاضرش ولكن مسؤول. استفد سياسيا بانه حتى هو استطاع بحجه تاريخه الحقوقي، لانه عنده معرفه ديال الهجره وعنده تصور، وبالتالي ولكن في نفس الوقت دريس اليزامي مناهض للحقوق، هو كيقول رئيس ديال المجلس حقوق الانسان، مناهض لواحد الحق اساسي اللي من حقوق الانسان، الا هو حق المشاركه والمواطنه ديال المهاجرين. كيتزايد في المغرب بانه حقوق الانسان، ولكن اتجاه الهجره من السيد اليزامي من الد الخصوم ديال هذا الحق ديال المواطنه وديال المشاركه السياسيه بالنسبه للمغاربه ديال الخارج.
بالنسبة للآخرين، الكاتب العام ولا أجبالي اللي ولا مسؤول بلا مسؤول، يتصرفوا غير يتصرفوا في الإمكانيات، في العلاقات، في الجوانب ديال الميزانيات ديال المجلس، بلا محاسب، بلا محاسبة، بلا حتى شي حاجة. بالنسبة لهم السياسة كتمشي بالكانة، الكانة ديال معايا ندبر عليك، ضدي نحاربك، واستعمال وهذا الحرب اللي كيديروها كيستعملوا كل الوسائل، استعملوا الجوانب المالية، استعملوا الإمكانيات الذاتية اللي عندهم في المجلس، كيستعملوا كل الوسائل المحاربة ديال كل صوت اللي كيرفض التصرف الاستبدادي اللي كيديروه في المجلس. وفي نفس الوقت مخلي الوضعية مبلوكية، ما عارفش واش هاد الناس داروهم تما من أجل هذا الهدف، هو تلجيم الهجرة، هو المحاولة ديال الرجوع للوراء، أو كاين شي هدف آخر. هذا التساؤل كيطرحوا الجالية المغربية على مستوى العالم كله، شكون مورا إدريس أجبالي وعبد الله بوصوف؟ واش كاين شي قوة خارقة موراهم اللي كتحميهم عن ممارستهم لا ديمقراطية، لا اتجاه الأعضاء، لا اتجاه الهجرة، لا اتجاه المحاسبة مع الرأي العام؟ شكون اللي كيحمي هاد الناس؟ مادام هاد المحاسبة ما كايناش، مادام كتنعدم الثقة كلية، وبزاف ديال ماشي غير أنا، العديد ديال الناس اللي عندهم رغبة ديال التغيير والمساهمة ما بقاش كيثيقوا. شكون مورا مادام كاين فاسدين كيستعملوا هاد الإمكانيات ومن الجميل القضية ديال الهجرة، كيبقى السؤال ديال واش كيمكن لينا نثيقوا في التغيير؟ وهذا السؤال صعب، لانه اللي بناوه، اللي بناته الدوله انطلاقا بانه بغينا نطوروا العلاقات ونطوروا الوضع، خسرته لسنين طويله. وباش يرجعوا الثقه للمهاجرين والمغاربه في البلاد وفي هذه الدوله، عاوتاني خصها خدمه طويله، والوقت ما بقاش موجود، ما بقاوش الناس حومه غير لا غيكون التغيير، غيكون التغيير في الوقت اللي ما كاينش التغيير. كيقولوا براسكم، كل واحد كيدير المسؤوليه ديالو والاولويات ديالو. وكنتمنى بانه هذا العرض اللي درت ما ياسش المغاربه بخصوص الجمعيات، كيخصهم يستمروا في الفضح ديال هذا الفساد اللي كاين، كيخصهم يستمروا في المطالبه بتفعيل الفصول ديال الدستور اللي كيعطي الحق بعض الحقوق للمواطنين، كيخصهم يستمروا كذلك في في في, في الفضح لهذه الممارسات ويوحدوا راسهم. لما توحدوش المغاربه مزيان غادي يخليهم دائما لقمة سهلة لهذه الانتهازية.